كلمة الآن الدكتور إدريس حفيظ المبروك أمين صندوق التقاعد ليبيا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. سأركز على نقطة أجدها غاية في الأهمية وإن كانت تنظيمية. نحن نسعى حسب شعار المؤتمر والثيم الموجود نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة في الوطن العربي، نسعى إلى إيجاد منظومة أو نظام موحد للضمان الاجتماعي في الوطن العربي، وهذا سعي أو مسعى نبيل ومحمود ومؤكد، هو مأجور أيضا، ولكن ينبغي أن نستفيد من تجاربنا في العديد من التجارب العمل العربي المشترك السابقة، والتي كثير منها أخفق ولم يرى النور. ينبغي أن كما يقول على الأقل الأطباء في العقيدة الطبية الألمانية أن التشخيص السليم هو نصف العلاج، ينبغي أن نستفيد من تجاربنا السابقة. لماذا أخفقت تلك التجارب حتى نتفاداها؟ في تقديري المتواضع أهم هذه الأسباب هو أن ينبغي أن يقتنع الجميع، كل منا دون استثناء، أن له مصلحة في هذه التجربة المشتركة. ينبغي أن يخرج سعينا عن إطار العواطف والأخوة، وهو إطار مقدر ومعتبر، ولكن ينبغي أن نكتشف كل واحد منا أن له مصلحة أصيلة وحقيقية في هذا المسعى، وإلا أنا لست متشائما ولكني واقعيا، وإلا سيحذو هذا العمل الذي يشكر عليه من قام به وتشكرون على حضور فعالياته، سيتبع التجارب الأخرى. ينبغي أن نسعى إلى توفير عوامل نجاح هذه التجربة، تتمثل مثلا في تجويد وتطوير نظمنا الضمانية والتأمينية بما يتواءم مع الصيغة التوافقية الموحدة التي نسعى لإيجادها. هذا يتطلب حتما تشكيل إن شئتم لجنة فنية تعنى بهذا الشأن، لكي نجد تلك الصيغة التي تتواءم مع خصوصيات كل قطر ومع مصلحة واستحقاقات تلك الخصوصية القطرية. ينبغي أن نكون واقعيين وناخذ هذه الأمور في الاعتبار ونخرج من إطار العواطف. هذا ما أردت أن أقوله.